السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أم محمد، جوابا عن سؤالك الفقهي، قضية الأربعينية هذه ذكر فيها العلماء أنها ليست من السنة. فالسنة أنه إذا توفي الإنسان أننا نقوم بدفنه ثم يجتمع الناس للدعاء والترحم وينفض المجلس. وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقول: كنا نعد زمن النبي الكريم، كنا نعد الاجتماع على الطعام والشراب من باب النياحة. كانوا يعتبرون أن يجتمعوا أكلا وشربا من باب النياحة. لكن هذا الكلام المنسوب لسيدنا عبد الله بن عمر ويسمى حديث موقوف. وجاءت عادات وتقاليد في المجتمعات الإسلامية واستمرت إلى عصرنا هذا. من بين هذه التقاليد أن الناس يجتمعون بعد وفاة الميت، يجتمعون ويصنعون طعاما ويؤتى بالقراء ويؤتى بالوعاظ فيقرؤون القرآن ويقولون درسا في البعث والنشور والموت ويدعون للميت بالرحمة. بعض العلماء سئلوا: هل هذا الأمر بدعة أم سنة؟ فقالوا: هذا أمر مبرور، هذا الأمر لا يمكن أن ندخل في هل هو سنة أو بدعة. نقول إنه أمر مبرور. لماذا؟ لأن الناس بدأ الإسلام فيهم غريب، الدين غريب، لم يعودوا يعتبروا بالموت. فالفقهاء قالوا: نحبط هذا الأمر. فجعلوا أنهم يجمعون القراء ويجمعون الوعاظ فيقرؤون كلام الله ويجتمع الناس ويعظونهم ثم يصنعون لهم طعاما. والطعام عادة لا يصنع أهل الميت، وإنما يصنعه الجيران ويصنعه المقربون، لأن سيأتي للعزاء أعداد كبيرة من الناس من بعيد ولا بد أن يتناول طعام. ما يمكن الإنسان أن يبقى ساعات طويلة بلا طعام، فيعد الطعام. والطعام الذي يعد كما في مغربنا العزيز هو طعام الكسكس، طريقة تقليدية جميلة، صدقة لله. فهناك نخبة جليلة من العلماء يقولوا: هذا العمل لا يمكن أن نقول فيه سنة أو بدعة. نقول: هذا عمل مبرور. الناس يجتمعون على الخير ويجتمعون على تلاوة القرآن ويقع الإكرام. أحيانا قد يكون أهل الميت من يصنع الطعام، ليس هم بالضبط، وإنما هناك ممول حفلات يقوم بهذا العمل، فكل هذا يسمى عملا مبرورا. لكن الأربعينية من أين جاء أصلها؟ قيل بأن الذكرى الأربعينية هذه ذكرى جاءت من إخواننا الشيعة، فالشيعة هم من يضعون هذه التقاليد الذكرى الأربعينية. وقيل السبب أنهم يعتبروها مقدسة بعد مقتل سيدنا الحسين عليه السلام في معركة كربلاء. وذلك تاريخ مظلم، أنه لما قتل سيدنا الحسين وقطع رأسه وبقي 40 يوما وهم ينتظرون عودة الرأس إلى الجسد. بعد انتظار طويل وافق ذلك يوم 40، فعاد الرأس إلى الجسد ودفن، فقالوا الذكرى الأربعينية. ومن ثم صار الناس يجتمعون وفي هذه المناسبة ويقولون بأن الروح تعود إلى الجسد أو تعود إلى البيت. هذا ليس ثابت في السنة أن الروح تعود إلى الجسد أو للبيت، الروح تذهب إلى بارئها في البرزخ، وهذا كلام مناسب فيعقد الذكرى الأربعينية. على كل حال، حتى هذه ماذا قال فيها العلماء الأجلاء، نخبة من العلماء، قالوا: لا يمكن أن ندخلها في السنة والبدعة. نقول: هذا عمر مبرور، لأن الناس يجتمعون على الخير، يجتمعون على تلاوة القرآن، يجتمعون على الدعاء فيما بينهم، يجتمعون على فعل الخير، فهذا عمل مبرور دون أن ندخل سنة أو بدعة. لأن في بعض المجالس يكثر اللغط ويكثر القيل والقال وتفسد المجالس.
بالعكس العلماء المقاصديون الحاذقون يقولون هذه مناسبة جميلة يمكن أن نستغلها، يجتمع الناس بالعشرات أو بالمئات، نقرأ القرآن جميعا، يأتي الوعاظ فيعظون الناس، يرفعون الدعوات الصالحات، كل هذا خير عظيم وخير كبير وفيه بركة للجميع. فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويحفظ الجميع بجاه النبي الشفيع، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.